مرحبا الأصدقاء الصغار، أصدقاء برنامج رياحين. رجعنا وياكم بحلقة جديدة من برنامج رياحين، وأكيد صباح الخير عليكم وين ما تكونون وبكل مكان عبر قناة العراقية العامة. يا أجمل الأصدقاء، وصباح الخير عليك يا منار. صباح الخير يا نهار، صباح الخير على أحلى الأصدقاء، جمعة مباركة عليهم. حلقة جديدة من برنامج رياحين راح نكون برفقتهم خلال نصف ساعة بفقراتنا الممتعة والمسلية والمليئة بالفائدة والمعلومات يا أصدقائي. أولى فقراتنا راح تكون هي أرسم معنا، وأيضا مواهب الأصدقاء. سؤال مميز راح يجينا أيضا من أحد الأصدقاء، راح نعرف الإجابة عليه في فقرة اسأل وتعلم، وراح نشوف صور أصدقائنا، وأكيد إحنا مشوقين حتى نتعرف عليهم أكثر في فقرة مشاركات الأصدقاء. وأيضا يا أصدقائي فقرة هيا نشكل راح نصنع أشكال جميلة من خلال الطين الصناعي. وأيضا يا أصدقائي رسائلكم وتعليقاتكم الحلوة اللي توصلنا عبر صفحة الفيسبوك، لكن دائما ما نبدي ياكم الحلقة بموضوع حلقة ونصائح وإرشادات، ودائما ما يكون الموضوع شوي خفيف على الأطفال. موضوعنا اليوم جدا جميل، راح نتكلم به عن أهمية محبة الآخرين. إذن يا أصدقائي الصغار، الأصدقاء أصلاً هم الأطفال معروفين بالمحبة، ينشرون المحبة في كل مكان. أصدقائنا الصغار اليوم نتحدث على أهمية المحبة في حياتنا اليومية. أكيد أول حب فطري بالنسبة لأصدقائنا الصغار هو محبة الأم والأب، هم اللي راح يعلمون أصدقائنا الصغار شلون يحبون الآخرين. إحنا لما نحب الآخرين يا أصدقاء الصغار أكيد راح نكون معطائين أكثر بالحب. يا أصدقاء الصغار نزدهر بالحب، تكون قلوبنا رحيمة أكثر. المحبة، محبة الآخرين، إذا محبة الأصدقاء، محبة الأقارب، محبة معلمينا، أو حتى محبة الحيوانات حتى نعطف عليهم. المحبة هي عطف، هي عطاء، هي أحلى ما بالوجود. فعلا يا نهار، المحبة شيء مهم جدا بحياتنا يا أصدقائي. المحبة تعلمكم الصبر، تعلمكم محبة الآخرين، تعلمكم الثقة بالنفس. إذن هي مردودها فوائدها إلكم، والناس أيضا لما تقدمون هذا الحب وهذا العطاء أيضا راح تأخذون بمكانه حب أضعاف ما قدمته. فأصدقائنا الحلوين، المحبة راح تجي من خلال تصرفاتنا، من خلال العطف على الآخرين، على المحتاجين. كل هذا ممكن راح ينعكس على مبدأ المحبة. فيا أصدقائنا الحلوين، المحبة جدا مهمة بحياتنا. دائما ما تشوفون أحد ضعيف حاولوا تساعدوه، إذا كان ماديا بالمدرسة نهار، إذا كان أكو طفل منعزل حاولوا دائما تحتضنوه وتقربوا لكم وتدخلوا لمجموعاتكم. يعني لا تعرفون شخص بعيد عنكم، لأنه هذه المحبة يا أصدقائي مهمة جدا لأي إنسان، حتى يكون نفسيا مهيئ، يكون نفسيته أيضا جيدة، يعني مردودها دائما يكون إيجابي. أما الصبر يا أصدقائي، أكيد المحبة راح تعلمكم الصبر. أولا راح تخليك تتحمل كل شخص، يعني نهار مثلا لو كان عنده شيء سلبي ممكن انت راح تعطف وتتنازل وتعذر بسبب هذا الحب والمحبة اللي انزرعت عندكم وبداخلكم. اكيد يا منار، للمحبة هواي جوانب إيجابية بالنسبة لنا وبالنسبة للأصدقاء الصغار. هي عكس أكيد الكره وعكس الصفات السيئة. هاي تعتبر الشخص من يكره الأشياء الأخرى فتعتبر هاي صفة سيئة، بس إذا أحب راح يعطي. بالمحبة راح تكونون معطائين. وشلون ممكن أنا أعبر عن المحبة للآخرين؟ أنا ما أخجل إنه أنا أعبر بالمحبة. أحيانا ممكن يعبرون مثل ما قلتي إنه أعطف على الآخرين، مثلا إذا كان حيوان صغير ممكن أساعد، هذه أيضا محبة. للمحبة أوجه كثيرة يا أصدقاء صغار، والأهم منها أنه تعبرون بالطريقة الصحيحة، وأنه تعتذرون إذا خطأت في يوم من الأيام، فأيضا هي محبة. الاعتذار أيضا محبة، خصوصا للأشخاص اللي إحنا نحبهم، للأشخاص اللي إحنا نقدرهم. أنا من أقدر شخص يا أصدقاء صغار أكيد هو نابع عن المحبة، محبة المعلم، محبة الأم، محبة الأصدقاء وإلى آخره. فأكيد يا أصدقائي لازم نعبر عن المحبة بطريقة جميلة، ودائما بالصفات الإيجابية لازم نعبر عنها. فعلا يا نهار، إذن الحب يا أصدقائي والمحبة أساس كل شيء بحياتنا، كل شيء بحياتنا يحتاج إلى الحب والعطاء. أصدقائنا الحلوين، الآن وصلنا إلى فقرة أرسم معنا، خليكم ويانا حتى نرسم. أصدقاء صغار، وصلنا الآن إلى فقرة ارسم معنا. في هذه الفقرة نتعلم نرسم رسومات سهلة وبسيطة وحلوة حتى أنتم تقدرون تنفذوها بكل سهولة في البيت. أصدقائنا الرسامين، أصدقائنا الموهوبين، اليوم إن موعد مع رسمة جديدة. أكيد ما زلنا في سلسلة الحروف الإنجليزية، واليوم مختاركم حرف جميل ولطيف راح نرسم عن طريق الزرافة. إذن يا أصدقائي راح نرسم الزرافة عن طريق الحرف جي.
أصدقاء الحلوين، هذه هي رسمتنا اليوم. إذن هذه هي الزرافة، أتمنى حبيتوها وراح تعرفوا تنفذوها بكل سهولة بالبيت. حلوة يا نهار، أنا أصفق لك، وأصدقاء إذا حبوها أكيد راح يرسمون مثلها. أصدقائنا الحلوين، عندي معلومات سريعة عن هذه الزرافة الجميلة. الزرافة يا أصدقائي أكيد هي من أطول الحيوانات البرية، ودائما ما تمتاز بعنقها الطويل جدا، لذلك دائما يشوفونها هي أطول الحيوانات البرية اللي موجودة واللي تعيش بالغابات. أصدقائنا أيضا هي تأكل الأعشاب، إذن هي حيوانات عشبية. ويا أصدقائي تأكل الأشجار اللي أوراقها، يعني أوراق الأشجار الطويلة جدا، لأنه هي بس اللي تقدر توصل لهم من الحيوانات البرية. وايضا يا اصدقائنا الحلوين، انه هذه الزرافه الحلوه تمتاز بهذا اللون المرقط البني. وايضا يا اصدقائنا، انه هذه الزرافه الجميله تعيش بالغابات، غابات السافانا، وايضا تعيش في افريقيا. اصدقائنا الحلوين، ممكن ترسمون هذه الزرافه او اي شكل اخر، تاخذوا لها صوره واضحه تبعثوا لنا حتى نشاركها في مواهب الاصدقاء. والان خليكم ويانا حتى نشاهد مواهبكم ونرجع لكم. على خدكم اهم شي عدنا حبكم يا ورود البساتين رياحين رياحين تشوفونا نسليكم هدية احنا ننطيكم تسعدونا بحاتيكم عسل انتو يا حلوين تشوفونا ننطيكم فرح قلبنا برياحين رياحين رياحين نهار ومنار احنا حبكم انجمعنا سعادتكم تهمنا شوفونا برياحين رياحين رياحين لا 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 نجي كل جمعة يومكم نحط بوسة على خدكم أهم شي عدة حبكم يا ورود البساتين رياحين رياحين تشوفونا نسليكم هدية احنا ننطيكم تسعدونا بحاتيكم عسل انتو يا حلوين رياحين رياحين لا 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 نعلي الوطن بيكم ربي إلنا يخليكم تشوفونا ننطيكم فرح قلبنا برياحين رياحين رياحين نهار ومنار احنا حبكم انجمعنا سعادتكم تهمنا شكرا لكل الاصدقاء اللي بعثونا رسوماتهم الجميله، شكرا لهذا التطور الكبير اللي نشوفه حلقه بعد حلقه، اكيد رسومات حلوه، احنا نعتز ونفتخر ان نعرضها في برنامج رياحين، شكرا لكم يا اصدقائي على تواصلكم الجميل، وايضا استمعنا الى هذه الاغنيه الحلوه، اتمنى حبيتوها ونالت رضاكم، اما الان يا اصدقائي الصغار شنو رايكم؟ نروح ونشوف منار شنو محضرتنا ويا ترى وين وصلنا ولاي فقره؟
أكيد يا نهار يا أصدقائنا الحلوين، وصلنا إلى فقرة اسأل وتعلم، وأنا بانتظار أحد الأصدقاء أو الصديقات يتصلون بينا حتى نعرف شنو سؤال اليوم. غن الجرس يا أصدقائي، خلونا نسمع السؤال. مرحبا برنامج رياحي، أنا اسمي نور، أحب البرنامج، عندي سؤال، من ماذا يصنع الزجاج؟ باي باي. باي باي يا أحلى صديقتنا نور، وأكيد إحنا نحبكم كل شهواية. صديقتنا نور سؤالها حلو ومميز، خليكم ويانا حتى تعرفون الإجابة على هذا السؤال. أصدقائي، يعرف الزجاج بأنه مادة لا بلورية هشة وشفافة تكون صلبة عند تبريدها وتتحول إلى حالة سائلة عند ارتفاع درجة الحرارة، ويطلق على اسم الزجاج على كل مادة تمتلك بنية لا بلورية. وأكثر أنواع الزجاج انتشاراً هو زجاج صودة الجير. مكونات الزجاج يا أصدقائي، يتكون الزجاج بشكل عام من 75% مادة السيليكا وأكسيد الصوديوم وأكسيد الكالسيوم، بالإضافة إلى مجموعة أخرى هي الرمل والحجر الجيري والفيسلبار والسيلينيوم وكروميت الحديد والجبس والفحم. ويا أصدقائي، تتم صناعة الزجاج من خلال تسخين المكونات بكمية محددة على درجة حرارة عالية جدا لتتشكل كتلة لزجة من السائل الكثيف، ثم وضعها في قوالب بالشكل المطلوب، وتستخدم ملايين الأطنان من الرمل بشكل سنوي لصناعة الزجاج، على الرغم من وجود بعض أنواع الزجاج التي لا يدخل الرمل في صناعتها أبداً. ويا أصدقائي، يعتبر الزجاج من المواد المهمة في حياة الإنسان اليومية، علماً بأنه يستخدم في مجالات عديدة مثل صناعة أوعية الشرب والطعام وزجاجات المشروبات وأبواب حفظ الطعام. ويدخل الزجاج في مجال البناء بكثرة، وخصوصا في صنع النوافذ والأبواب وواجهات بعض المباني، لأن الزجاج يا أصدقائي من المواد اللي تسمح بعبور الضوء، وأيضا يعطي شكلا جماليا للمكان. ويستخدم الزجاج في الزينة والديكور في صناعة العديد من قطع الأثاث والديكور المنزلي مثل المرايا والطاولات، بالإضافة إلى تزيين الجدران بقطع زجاجية ملونة. ويستخدم في الأجهزة الطبية وعدسات النظارات التي تستخدم لتعديل مشاكل النظر، بالإضافة إلى الحلي والإكسسوارات وغيرها الكثير من الاستعمالات للزجاج يا أصدقائي. شكرا لصديقتنا نور على هذا السؤال المميز، ممن يصنع زجاج؟ أصدقاء صغار، أكيد تعرفت اليوم على زجاج وشلون يصنع وفوائد العديدة بحياتنا اليومية، خاصة في هذا التطور الهائل نشوف الزجاج يدخل في العديد من الصناعات المختلفة حتى وصل إلى الأجهزة الإلكترونية وإلى آخره. ما أعتقد أكو واحد بالحياة ما شايف الزجاج وفوائده، أكيد تعم على الجميع. أصدقاء صغار، هذا هو سؤالنا لليوم، وأكيد هذه هي الإجابة تعرفنا عليها وأتمنى استفدتوا منها. أما الآن تعالوا ويانا، خلوا نروح نتعرف على أصدقاء برنامج رياحين في فقرة مشاركات الأصدقاء.
ورجعنا يا أصدقائي بعد ما شاهدنا مشاركاتكم الحلوة صوركم الجميلة اللي وصلتنا عبر صفحة الفيسبوك. شكرا لكل أصدقاء الحلوين اللي بعثوا صورهم نفس الطريقة ممكن تتابعوها حتى تشاركونا بفقرة مشاركات الأصدقاء. أما الآن أنا وأنتوا خلونا نشوف نهار وصلنا وياها لأي فقرة. أصدقاء صغار وصلنا الآن إلى فقرة هيا نشكل. في هذه الفقرة نشكل الصلصال الملون المخصص للأطفال حتى نصنع مجسمات حلوة وجميلة. أصدقاء صغار اليوم رح نصنع أحد الفواكه والخضروات لأن إحنا ما زلنا في سلسلة الفواكه والخضروات. أكيد أنصحكم أن تتناولون الفواكه والخضروات لأنها مفيدة جدا لأجسامكم الصغيرة. أصدقاء صغار واليوم رح نصنع أحد الفواكه الجميلة واللذيذة اللي يحبها كل الأطفال. أصدقائي اليوم رح نصنع الكرز، إذن إذا حابين تعرفون شلون نصنع الكرز تعالوا وياي. شكرا يا نهار على هذا الكرز الحلوة اللي صنعتيها لنا. أصدقائنا الحلوين أنتم ممكن تصنعون الكرز أو أي شكل آخر تأخذوا له صورة واضحة تبعثوا لنا حتى إحنا نقدر نشاركه في برنامج رياحين. أما الآن وصلنا إلى رسائلكم وتعليقاتكم الحلوة، خليكم ويانا حتى نقرأها. أول رسالة وصلتنا يا أصدقائي اليوم وتقول الرسالة: جمعة مباركة وطيبة علينا وعليكم بالخير والسعادة، أتمنى لكم النجاح والتوفيق الدائم، صديقكم أحمد. أحلى جمعة مباركة عليك أحلى صديقنا أحمد، شكرا على رسالتك الجميلة. ورسالة أخرى وصلت لنا يا أصدقائي ويلا نقرأ الرسالة. صباح الخير والفل والياسمين لأجمل برنامج، إحنا أصدقاء البرنامج مهدي وفاطمة نحب نسلم عليكم. أصدقائي الحلوين مهدي وفاطمة شكرا لكم وشكرا على هذا الصباح الجميل اللي بعثتوه لنا، أكيد إحنا أيضا نحبكم ونسلم عليكم. ورسالة أخرى وصلتنا اليوم يا أصدقائي وتقول الرسالة: صباح الخير لأحلى قناة، أنا أحب برنامج رايحين، أحب أسلم على نهار ومنار وأصدقاء البرنامج، صديقكم مؤمل. أحلى صباح لأجمل صديقنا مؤمل، وصل سلامك إلي ولنهار ولكل أصدقاء برنامج رايحين. ورسالة أخرى يا أصدقائي وصلت لنا ويلا نقرأ الرسالة. السلام عليكم برنامج رياحين، شلونكم؟ أتمنى أشارك وياكم بفقرات البرنامج الجميلة، صديقتكم رزان. صديقتنا الحلوة إحنا زينين ونتمنى أنت وكل الأصدقاء أيضا بخير وصحة وعافية. صديقتنا الحلوة رزان قدرين أكيد تشاركين في فقرات البرنامج إذا كانت صوركم عبر مشاركات الأصدقاء أو رسومك الجميلة في فقرة مواهب الأصدقاء، أو أيضا ممكن تشاركينا في فقرة اسأل وتعلم. أصدقائي أكيد أنتوا أيضا قدرون تشاركونا وصديقتنا رزان شاركنا أيضا وإحنا بانتظار مشاركاتكم. وآخر رسالة يا أصدقاء اليوم وصلت وتقول الرسالة: السلام عليكم،
نهار ومنار أنا متابعة جديدة اسمي سدير، أحب أشارك وياكم برسوماتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحلى صديقتنا سدير، إحنا سعيدين بانضمامك لأصدقاء برنامج رياحين. ما عليك إلا فقط تبعثين رسومك مثل ما بعثتي هذه الرسالة. شكرا لكل الأصدقاء اللي اليوم بعثوا رسائلهم وتعليقاتهم عبر صفحتنا في الفيسبوك، أكيد تعليقات جميلة ورسائل أجمل. أصدقاء صغار نحاول نقرأ جزء منها، وأكيد اللي ما قدرنا نقرأ رسالة اليوم يكتب لنا مرة أخرى وإن شاء الله نقرأها بالأسابيع المقبلة. أصدقاء صغار وصلنا الآن إلى ختام حلقتنا لليوم، أتمنى كل الفقرات اللي قدمناها لكم نالت رضاكم وحبيتوها وكانت ممتعة ومفيدة أيضا. أصدقاء صغار إن موعد الأسبوع المقبل بإذن الله، وأنا أقلكم إلى اللقاء. إذن أصدقائي وصلنا إلى ختام حلقتنا، نتمنى نالت رضاكم. أصدقائي لا تنسون تابعونا بإعادة الحلقة يوم الثلاثاء الساعة 4 العصر، وأيضا على قناة العراقية العامة على قناة اليوتيوب. أما الآن أصدقائي أهلا ونهارا، نقول لكم إلى اللقاء.